موجز لأهم الأنباء من أونلايف، أسعد الله أوقاتكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقررة غدا. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن السيسي سيلقي كلمة أمام القمة يستعرض فيها الرؤية المصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب عبر تكثيف الجهود الدولية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها. كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة بهدف التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع هذه الدول. انطلقت بعد ظهر اليوم قمة في الرياض بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور كبار مسؤولي البلدين. تخلل القمة توقيع عقود تسليح بقيمة 110 مليارات دولار كدفعة أولية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن العقود تشمل تجهيزات أمريكية وخدمات الصيانة لتعزيز قدرات المملكة ودول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية. هذا ويجري الآن وزيرا خارجية الدولتين ريكس تيلرسون وعادل جبير مؤتمرا صحفيا للحديث حول أبرز ما دار خلال أعمال هذه القمة، فضلا عن جدول الأعمال المنتظر للقمة الأمريكية العربية الإسلامية التي ستعقد غدا. عبر خادم الحرمين الشريفين عن تفاؤل المملكة بأن الرئيس ترامب لديه منهج جديد وعزم على إنهاء هذا الصراع القائم منذ زمن طويل، ونؤكد على الحزم في اتخاذ الإجراءات اللازمة ليكون هناك سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وناقشنا أيضا الوضع في اليمن والاستثمارات الخاصة بذلك، وحدينا بغداء رائع ومحادثة مصاحبة له واجتماعات أيضا. وكما ذكرت فهذه الزيارة تاريخية في طبيعتها، وهذه هي أول زيارة للرئيس ترامب كرئيس للولايات المتحدة، وأيضا لدينا قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الإسلامية، وهي قمة غير مسبوقة وتاريخية وتجمع معنا العالم الإسلامي والولايات المتحدة في شراكات، وستغير أوجه المحادثات وستعمل على زيادة الشراكة. ونشكر خادم الحرمين الشريفين والرئيس على هذه الخطوات التي أخذوها ولاستغلال الإمكانيات الكامنة لتغيير الوضع، وذلك لتغيير الوضع في الدول الإسلامية والعربية وتغيير الحوار مع الولايات المتحدة والغرب بدلا من العدائية إلى اتخاذ أوجه كثيرة من التعاون. ويجب أن نضحض أصوات الإرهاب ونقضي على منابع الإرهاب والتطرف. لا يمكنني أن أؤكد أكثر من ذلك على أهمية هذا الجمع. وبعد هذه الزيارة فسيذهب الرئيس ترامب إلى فلسطين، وسيذهب إلى الفاتيكان أيضا، وسيخاطب العالم المسيحي واليهودي، وسيحاول أن يجمع هذه الديانات الإبراهيمية معا في بوتقة واحدة، وسنعمل على إنهاء أي صراع حضاري بين هذه الأديان. وأود أن أتوقف هنا وأشكر صديقي وزير الخارجية على إعطائي هذا الوقت الكثير للتحدث، وأرحب بك في المملكة العربية السعودية وأشكرك على جهودك وأبارك لك على هذه الزيارة المثمرة. أشكرك على دعوتي هذا المساء، وأنت صديق وزميل لي سيد عادل جبير، ونحن نعرف بعضنا البعض لسنوات كثيرة، ولكن ملامحنا نبدو أصغر سنا، ولكننا أصدقاء منذ سنوات كثيرة وزملاء. وأنا فخور لوجودي هنا اليوم للتحدث عن هذا التعزيز الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وأصف اليوم بأنه لحظة فارقة تاريخية في العلاقات مع المملكة والولايات المتحدة. والمملكة كلاهما يكرسون جهودهم لتحسين الشراكة الاستراتيجية في السنوات القادمة، وسنسلك طريقا جديدا للسلام في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية والتجارة والدبلوماسية، وسنعمل على مشاركة المنطقة أكثر في القضايا العالمية. وهذه الشراكة النامية
نابعة من الثقة بين أمتينا أو بلدينا، ونحن نسعى إلى نفس الهدف التعاون والمصالح المشتركة. عناصر هذا بنود هذا الإعلان الذي وقعناها الخاص بالرؤية الاستراتيجية هي كثيرة ومتعددة، وهناك كثير من الأمور التي يمكن أن نضعه حيز التنفيذ، وذلك سيتطلب مننا مشاركة كبيرة وحوار بين بلدينا. ولذلك أشكركم على اجتماعنا، ويجب أن نقوم بهذه الأمور بشكل منتظم، وأؤكد أيضا على التعاون، وأيضا أرسل رسالة قوية للجميع، فهذا أمر يجعلنا نسلك طريقا جديدا للمضي قدما في هذه العلاقة. فصميم علاقاتنا الراسخة هي مصالحنا الأمنية المشتركة. مصالح الأمن الخاص بأمريكا في الولايات المتحدة هو نفسه مصالح الأمنية الخاصة بالمملكة، فنحن نعمل على جانب. إذن من المؤتمر الصحفي الذي يعقده السيد عادل جبير وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن أبرز التحديات المشتركة بينهما في ظل توقيع عدد من اتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين ظهر هذا اليوم. ختام الموجز إلى الملتقى.